أبو لهب ده من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو لهب، واسمه نعم اسمه منو؟ عبد العزة، عبد العزة ابن عبد المطلب، وزوجته هي أم جميل بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، زوجته بدعمه، أيوة في الحساب بدعمه لأنه جدهم واحد، الاثنين جدهم واحد صحيح؟ ها؟ أيوة جدهم عبد مناف واحد، عبد مناف أولاده أربعة قبل كده قلناهم، هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب، ما عبد المطلب المطلب، ده الأربعة أولاده. عبد شمس ده اللي جو منه بني أمية، مين ما نقول لك بني أمية ده من عبد شمس ابن عبد مناف ويس. ف أبو لهب ده زوجته أم جميل واسمها أروى، وكنية أم جميل تحت الجاهلية، وكنية بعد الإسلام حمالة الحطب أو لقبة حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، قيل كان لها عقد من ذهب فباعته لأذية محمد. بالله شوف المرأة دي مسخوطة كيف يا أخي، ده أول حاجة ود عمك في داعي للعداوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ود عمه جدهم واحد عبد مناف كويس، وعندها اثنين من أولادها متزوجين اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، عليك المرأة دي ما مسخوطة؟ اثنين من أولادها، واحد اسمه عتيبة كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه سبع كلب من كلاب الله فأكله السبع ومات، والثاني لعله عتبة عند أولاد عتبة ومعتب، المذكورين هنا في المتن عندنا عتبة ومعتب ده أسلموا، وعتيبة الكبير ده مات كافرا، ديل الاثنين كانوا متزوجين اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم ورقية، أم كلثوم ورقية، والاثنين خلف عليها عليهم الاثنين اتزوجن عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية، ود عمه ولا ما ود عمه؟ ها برضو ود عمه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، تزوج الاثنين ديل، تزوج الأولى رقية فماتت رضي الله عنها في غزوة أو بعد غزوة بدر، وتزوج بعدها أم كلثوم وماتت أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يا عثمان لو عندنا ثالثة لزوجناكها، وقال المهلب بن أبي صفرة ما عرف في التاريخ أن رجلا تزوج ابنتي نبي إلا عثمان، بنتين نبي ما في ذر يتزوجن إلا عثمان. طيب أبو لهب من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، عمه كيف طيب جدا حجينا أبو لهب قلنا سمي بأبي لهب قالوا لإشراق وجهه، كان وجهه مشرق ولجماله، ولكنه كان سيئا عدوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما
نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وأمره بتبليغ الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. الصورة: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل، وقيل جبل الصفا، ونادى في الناس جمعهم، فلما اجتمعت قريش قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول من رد عليه عمه قال: تبا لك. ألهذا جمعتنا؟ يعني جمعتنا لده؟ وده أفضل ما يمكن أن يجتمعوا عليه، هذا أفضل ما يجتمعوا عليه. قال له: ألهذا جمعتنا؟ جمعتنا عشان تقول لنا أعبد الله وحده؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولاحظوا في الكلمة دي: أجعل الآلهة إلها واحدا. دي بتدل عليك على إنه هم كانوا بيعرفوا الله، بيعرفوه وبيعبدوا، لكن ما دارينه براو. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله رفضوه. ليه؟ لأنهم يعرفون أن هذه الكلمة تقتضي ألا يعبد مع الله أحد، وأن الآلهة من الأصنام والأنداد وصور الصالحين لا تنفع ولا تضر، معناه يستغنوا عنده كله ويعبدوا ربنا براو. كويس، الكلام ده ما نفع معهم. عشان كده لما ألحوا على أبي طالب وحجين الكلام ده قدام، قالوا له: يا أخي إن ابن أخيك فرق شملنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا. يا أخي تكلم معه ولو جاء أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن أخي ما تريد من القوم؟ أنت دار منهم شنو؟ قال: أريد منهم كلمة واحدة، واحدة بس، تدين لهم بها العرب والعجم، بس كلمة واحدة. قام أبو طالب رد عليهم قال: هو يريد منكم كلمة واحدة. قالوا: وأبيك عشرة. نديه عشرة زيها كمان. قالوا: ما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طوالي قالوا له: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يا إخوان، العرب ديل رفضوا هذه الكلمة لأنهم فهموها. وفي ناس الليلة قبلالين الكلمة دي لأنهم ما فهموها، هم قبلوها ليه؟ لأنهم ما فهمنا. تقول له: يا جماعة قولوا لا إله إلا الله. يقول لك: لا إله إلا الله. طيب أنتوا عارفين معناها شنو؟ معناها ما تمشي القبة وتقول: يا سيدي الديني والحقنا في الشدايد، وما تعتقد إنه شيخك بيسمعك وبيديك الدائرة وبيحميك وما تربط حجاب ولا تتوكل على زول. ده معناه. يقول لك: يا مولانا انت بتنبس فينا مالك؟ انا ما نبستك، دي الكلمه اللي قلتها داير انت دي زهده. الزمن ده في ناس بيقولوا الكلمه دي وما فاهمينها، واغلب دقيقه بس، واغلب ما يحصل للناس اليوم من الاشكالات بسبب عدم فهم هذه الكلمه. والله لو فهموها كويس وطبقوها أمورنا كان كلها مشت تمام.
لكن نحن تعودنا على الذلة والاستعباد. للأسف يتعودنا على الاستعباد، لابد يكون في زول فوقنا بيستعبد فينا ونتذلل له، ودي مشكلة كبيرة. قلنا أبو لهب كان شديد العداوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة الديلي رضي الله عنه وكان جاهليا، قال رأيت في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي إلى سوق ذي المجاز، وهذا سوق من أسواق مكة. قال يستقبل القبائل فيعرض عليهم نفسه ويدعوهم إلى لا إله إلا الله. قال وكان من ورائه رجل أحول، والحول القليل في العينين هو من علامات جمال الأعين. قال ومن ورائه رجل أبيض أحول يقول هذا صابئ كذاب، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا صابئ كذاب. قدر ما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع ناس، يأتي إليه هذا الرجل يقول هذا صابئ كذاب. قال فسألت عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. ده عم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يا أخواننا فائدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الناس في أماكن تجمعاتهم، وهذا من مهمة الداعية، تمشي للناس في أماكن تجمعهم وتحدثهم عن الإسلام. ولكن ينبغي أن تختار من الأماكن ما يكون فيه الناس يعني أهلا للسماع، ما تختار وقت للناس كونوا مشغولين بغيره، كونوا بيأكلوا، كونوا مشغولين بحاجة في مزاد ودلالة عامة، والناس البيعة مسخنة وانت جاي تتكلم لهم في الدين، كده حيكره الدين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني بيختار الوقت المناسب، كان يتخولنا بالموعظة. قال ابن عباس كلم الناس بالقرآن وهم مشتاقون إليه، ولا تكلموهم به وهم مشتغلون عنه فيبغضونه. كويس، فالناس إذا كانوا مشغولين خليهم، لكن إذا لقيت الناس قاعدين في السوق وذل بيتونسوا بجاي وجماعة هناك بيشربوا لهم شاي وكده، ذل مهيئين إنك أنت تعمل لهم حلقة وتكلمهم عن التوحيد.